الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة أي صفة أو خصلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى رسل الله أجمعين، وبعد، فإن قضية الوفاء في صلب الإيمان والأمن والأمان والإيمان والأمانة ترتد إلى جذر لغوي واحد: آمينا. فكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول الحق سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ويقول سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ونذكر موقفين: الأول للصحابي الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان، يقول: ما منعني أن أشهد بدرا يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنني خرجت مع أبي، نقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتادنا مشرك قريش فأخذوا علينا عهدا، قالوا: لن نترككما تذهبان إلى المدينة حتى نأخذ عليكما العهد بألا تقاتلا ضدنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب سيدنا حذيفة مع والده إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفا، لا تشترك معي في القتال، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. وفي يوم من الأيام كان سيدنا معاوية بن أبي سفيان في عهد مع الروم، وكان نهاية العهد قد اقتربت، فأراد سيدنا معاوية فجهز جيشا وحاول أن يخرج بالجيش إلى قرب أو مقربة من حدود الروم، فإذا ما انتهت مدة العهد باغتهم وجهز الجيش وانطلق به، فتبعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عمرو بن عبسة، فقال صاح مكبرا حتى يلفت النظر: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر يا معاوية. سيدنا معاوية بن أبي سفيان: وفاء لا غدر يا معاوية.
فتوقف معاوية بالجيش. من هذا عمرو بن عبسة؟ ما بك يا عم؟ قال: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بين رجل وقوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، تنتهي المدة كاملة، أو ينبذ إليهم على سواء. بمعنى إذا كان الإنسان في عهد حتى مع أعدائه المحاربين، مع دولة محاربة وأعداء محاربين، وجب عليه أن يلتزم بالعهد، وفي حالة أن نقضوا العهد عليه أن يبلغهم أولا أنهم في حل وأنه في حل من العهد الذي بينه وبينهم، وألا يتحرك حركة تعد نقضا لهذا العهد. فكان يقول: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بين رجل وبين قوم عهد فلا يحل له أن يعقد عقدة أو يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. وهذا في معنى قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، أي إن كنت مع عدو وتخشى خيانته فتحلل من العهد ولا تغدر به، وأعلمهم أنهم في حل وأنت في حل. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أعلنهم به إن الله لا يحب الخائنين. ويقول الحق سبحانه: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الآية جاءت في سياق الوصايا العشر في سورة الأنعام التي قال عنها سيدنا عبد الله بن عباس: هذه الوصايا العشر من الوصايا التي أجمعت عليها جميع الملل والشرائع السماوية، لم تنسخ في ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، فجميع الشرائع السماوية وبلا أي استثناء تقوم على الوفاء بالعهد وعلى العدل في القول والعمل وعلى الوفاء في الكيل والميزان وعلى بر الوالدين وعدم عقوقهم. فهذا مما أجمعت عليه الشرائع السماوية. والحقيقة أختم حديثي في الخطبة الأولى بمفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، ونؤكد أن كل من دخل بلدا من بلادنا سائحا أو زائرا أو مقيما أو لاجئا بأي صورة من الصور القانونية، كل من دخل بلدنا بطريق قانوني بتأشيرة أو إذن دخول حقيقة أو حكما، حقيقة كالسائح الذي يأخذ تأشيرة أو العامل على جوازه بدخول البلد هذا عهد، أو حكما كالدول التي يكون بينها اتفاق على الإعفاء من تأشيرات الدخول فتدخل البلد ويدخل عندك بلا تأشيرة فهذا يأخذ إذنا عاما فهو في حكم التأشيرات أيضا، أو كدخول الدبلوماسيين في بعض الدول. فكل من دخل بلدنا بطريق قانوني زائرا أو سائحا أو مقيما حصل على تأشيرة دخول حقيقة أو حكما فله أمان الله وأمان رسول الله وأمان أهل البلد جميعا، يحرم المساس بدمه أو ماله أو عرضه أو دمه، بل له حق الإكرام وحق إكرام المزور لأن نبرز سماحة ديننا وعظمة حضارتنا. طيب، فإن وجدت من أحد من هؤلاء مخالفة أو ارتبت في أحد أنه دخل متسللا، ما عليك إلا أن تبلغ الجهات المعنية المختصة بأنك قد رأيت شخصا تشك في أنه متسلل أو في أنه يفعل كذا أو أن في تصرفاته ما يمكن أن يضر بالأمن الوطني أو القومي، وليس لك أن تتصرف بشخصك ما لم تكن من الرجال المخولين بذلك كرجال الجيش أو الشرطة أو الأمن في حدود اختصاصاتهم المحددة لهم
وليس لأحد الناس بأي شكل من الأشكال أن يتصرف تصرفا فرديا. فعهد الأمان يقتضي أن كل من دخل بلدنا بطريق قانوني فهو آمن. وانظر إلى عظمة الدين حيث يقول الحق سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. من المشركين، نعم من المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ليقف على عظمة تسامح الأديان. ثم لم يقف الأمر عند إجارته، كان من الممكن أن يقف النص عند هذا: من استجار بك فأجره، لا، ثم أبلغه مأمنه. وجب عليك أن تقوم بحمايته حتى يعود إلى أهله ووطنه ويبلغ دار الأمان في بلده. فأنت لم تكتفي بمجرد إجارته وحمايته وقت إقامته عندك، وإنما عليك أن تبلغه مأمنه. هذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، وهذه سماحة الأديان. فمن أين جاءت تلك الأفكار الضالة المنحرفة التي تخرج على سماحة الأديان وعظمة وحضارة الإنسان؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم أبعد من هذا، علماءنا الأفاضل سبقونا بقرون طويلة. الإمام الشافعي يقول: ومن ذهب من المسلمين في بلد من غير بلاد المسلمين، هو عندما يحصل على تأشيرة الدخول أو الإقامة أصبح له حق الأمان، لكنه يقول: وعليه حق الأمان. فكما أن التأشيرة أو إذن الدخول لبلد غير مسلم هي تعطيك الأمان، توجب عليك الأمان أيضا، لا أن تأخذ أنت الأمان وتكون أنت خائنا. ومن هنا يتوجه الحديث إلى من يعيش في بلاد غير المسلمين في أي بلد من بلاد العالم. فكما أنك تنعم بالأمان في هذه البلاد، واجب عليك أن تكون أمينا مع البلد الذي استقبلتك والذي تأويك. لا تمسها بسوء، لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا أعراضهم، وأن تكون أمينا عليهم كما حققوا لك الأمان. بل إن شكر النعمة وحق وشكر حق إكرامك أن تكون أكثر وفاء وأكثر أمانا لمن آووك واستقبلوك. أما الجزئية الثالثة، إذا كان مطلوبا من الإنسان أن يفي لضيوف بلده وأن يفي لمن استقبلوه، فمن باب أولى أن يكون وفيا لوطنه الذي نشأ فيه وتربى على خيره. ولذا نرى أن خيانة الأوطان هي من صميم خيانة الأديان أيضا، لأن الأديان لا تنشأ في الهواء الطلق. وخير الناس خيرهم لأهله، وخير الناس خيرهم لوطنه، ومن لا خير له في من لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه على الإطلاق. يقول شوقي: لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه. إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعطي شيئا. نقوم على الحماية ما حيينا، حماية الأوطان وبنائها، نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا، وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المفدي حيا. ويقول: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. أقول قولي هذا، وأسأل الله لي ولكم المغفرة والقبول. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أختم حديثي بثلاث نقاط. الأولى، من الوفاء العام للأوطان إلى الوفاء للمهمة التي تكلف بها. وفاء الطبيب لمرضاه، الطبيب أمين على مريضه بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته، فلا يتعامل بتمييز، فالمريض أمانة بين يدي الطبيب، والخصوم أمانة بين يدي القاضي، والطلاب أمانة بين يدي المعلم، وهذه الأمانة تتطلب العدل في الرضا والغضب، في الصديق والعدو، في المنشط والمكره، فكل من ولي أمرا قام به كان أمينا عليه، ووجب عليه أن يفي به دون تمييز أو تفرقة. الأمر الثاني، صار الحقيقة في مصر وهنا في محافظة الدقهلية ملمح هام في افتتاح المساجد، وهو هذه المشاركة الوطنية التي تبرز أمرين: تبرز سماحة الأديان كلها من جهة، وتبرز مدى التماسك النسيج الوطني المصري الذي يسر الصديق ويغيظ العدا. وهذه السماحة التي نلمسها هنا لمرات متعددة في محافظة الدقهلية، عبرنا عنها في وزارة الأوقاف بهذا الكتاب: حماية دور العبادة، حماية دور العبادة مبنى ومعنى، إيمانا منا بسنة الله في الاختلاف والتنوع، وبحق الناس في الاختيار. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. دو حماية دور العبادة مبنى شرعا وقانونا من الاستهداف، من التفجير، من السرقة، من النهب، وحمايتها معنى من الفكر المتطرف، ومن التوظيف السياسي، ومن المتاجرة بدين الله لأجل مصالح ضيقة، لأجل صالح جماعة أو حزب أو فصيل. بيوت الله لطاعة الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وحده مجردا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تجعلوا المساجد لغير ما يجمع ولا يفرق، لغير طاعة الله. ما أختم به، عندما علمنا قمنا أيضا قبيل الجمعة بزيارة مقصودة لقبر، أقول قبر، الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. وهذه الزيارة لها معنيان مقصودا: الأول بيان مشروعية زيارة القبور للعظة وليس للتعظيم، زيارة القبور للعظة وليس للتعظيم. كل إنسان قد لقي الله بما قدم وهو أعلم به، فعندما تذهب لزيارة قبر، أي قبر، إنما تذهب للعظة والاتعاظ بحال من مضى. تذهب للعظة، تقول، تتذكر ما كان من آباء والأجداد والأعمام، أين القرون الماضية؟ تركوا المنازل خالية، لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية. فهي زيارة للعظة، وقد قالوا
السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. فالسعيد عندما يذهب إلى زيارة المقابر يستحضر عظمة الله ويدرك أن هذا اليوم آت له لا محالة. عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. المعنى الثاني ردا على كل من تطاول أو حاول أن يتطاول على رمز وطني وديني، نكن له كل الاحترام والتقدير. وأنا أؤكد أن الشيخ الشعراوي رحمه الله كان واحدا من أفضل من خدموا كتاب الله عز وجل، ليس في القرن العشرين فقط ولا في تاريخنا الحديث ولا المعاصر فقط، بل هو واحد من أفضل من خدموا كتاب الله في تاريخ الفكر الإسلامي، وكان علامة بارزة في تفسيره، ولا زالت بركة هذا التفسير تملأ الآفاق إلى يومنا هذا. والدول تحافظ على رموزها الوطنية والعلمية والدينية والثقافية والطبية والهندسية والرياضية، وحتى الدول التي ليس لها رموز تحاول أن تصنع لها رموزا، فما بالنا ونحن نملك تاريخا عظيما يمتد حضارة ورموزا لأكثر من 7000 عام، مما يتطلب منا أن نعرف للناس قدرها وللأوطان حقها. هذا من الوفاء، وهذا من حسن العهد ومن حسن الوفاء. أسأل الله العلي العظيم أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا حسن الفهم. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا في ساعتنا هذه في جمعتنا هذه مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فضجته، ولا دينا إلا سددته، ووفقنا لما تحبه وترضاه. واجز اللهم خيرا كل من أسهم بجهد أو مال أو كلمة في بناء هذا الصرح الذي نؤمل أن يرفع اسمك فيه عاليا، وأن يكون منارة علم وفكر وسماحة ووسطية، وأن تتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.